الكابتن حسام حسن قرر عودة محمد عبد المنعم لقائمة منتخب مصر، ومحمد عبد المنعم هيتواجد في المعسكر اللي جاي. وأيضا الكابتن محمد عبد المنعم أبدى ترحيبا شديدا بأن يتواجد مع المنتخب. نفس الوضع بالنسبة لمحمد صلاح. الموضوع أن محمد صلاح يتأخر يوم أو اتنين علشان خاطر ارتباطات خاصة بفريق ليفربول وبالتنسيق مع الكابتن إبراهيم حسن. نروح للاختيارات قبل ما نروح لأبرز الغائبين. بعد عودة عبد المنعم يا ترى مين اللي هيكون معاه في المنتخب؟ الكابتن حسام حسن أعلن قائمة المنتخب: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير. اختيار جيد في حراسة المرمى. خط الدفاع: رامي ربيعة بيرفكت، محمد عبد المنعم بيرفكت، أحمد بيكم بيرفكت، خالد صبحي شغال، محمد حمدي شرف شغال، محمد شحاتة شغال، أحمد كوكا بيرفكت، أحمد عيد بيرفكت. وسط الملعب: حمدي فتحي بيرفكت، مروان عطية مية مية، ناصر ماهر مية مية، زيزو مليار في المية، دونجا صفر في المية، تريزيجيه مليار في المية. خط الهجوم: عمر مرموش مليار في المية، محمد صلاح مليار في المية، مصطفى فتحي مليار في المية، إبراهيم عادل تمام التمام، مصطفى محمد تمام التمام، أسامة فيصل تمام التمام. ما ينفعش ما اخدش إمام عاشور واخد دونجا، ما ينفعش، ولا دونجا ينفع يلعب في المنتخب من وجهة نظري. فليسمح لي الكابتن أسام بأن أختلف معه هذه المرة. الغيابات أبرزها: محمد النني، أحمد حجازي، سام مرسي، إمام عاشور، محمد الشامي، محمد هاني. محمد النني لظروف، رغم الاتصال بينهم ولكن في ظروف. أحمد حجازي مش هيلعب تاني مع حسام المنتخب الفترة اللي جاية، يعني لسه لغاية الدنيا، لأن أحمد حجازي غلط كتير وتمادى كتير وما ينفعش الكابتن حسام يضمه. سام مرسي أمور فنية، إمام عاشور أمور فنية، محمد الشامي أمور فنية، محمد هاني إصابة. فالاختيارات من وجهة نظري أنا موافق عليها، لأن أنا طول الوقت يعني عايز أقول لك على حاجة، أنا بساند المنتخب والاختيارات، ولكن أنا عندي مليار علامة استفهام على دونجا. فالكابتن حسام حسن له أن يختار ما يريد ولا اعتراض على ذلك، ولكن في علامات استفهام كتير على دونجا. أنا بصراحة حتى الكابتن حسام، وأنا دايما بثق في اختياراته، دونجا أكتر لاعب تجاوز، أكتر لاعب تجاوز في الاحتفالات، ما كانش ينفع أنك أنت تختاره. كمان هو يعني إضافته كلاعب، يعني من وجهة نظري، يعني عايز أفهم يعني إيه الموضوع يعني. ولكن ده اعتراضي الوحيد.